نعرض على الحمل بأن 15 نقطة اليوم لك أنا احتاجينا نقطة حتى مشات لنا 15 نقطة وما يمكنش المجهودات اللي قمنا بها اللاعبين اللي جبنا لي واللي غنذكر على اللاعبين سي عبد الحميد رفض ليا اللاعبين فاش بغيت نبداو البطولة رفض ليا اللاعبين جبت لاعبين في مستوى كبير منهم ماديكي ماديكي ديال اتحاد طنجة جا الكوكب مراكشي في طنجة في كونسونتراسيون قال لك هاد اللعبة ما بغيتوش داو طنجة من حدانا انت راه كيتريني معنا انا هو زين داو راه هو دابا ماتش مشى للسودان ولا الى اخره كان كيرفض اللعابة هادي الاولى ثانيا في كونسونتراسيون غير خلال المقابلات الحبية ثلاثة اللقاءات الحبية توقفوا على حضر اليوم علاش؟ سي الحمل كيدير مع الحكام جينا للبطولة ما كاينش البطولة المغربية توقف بحال الحيوان توقف ثلاثة مرات ما كاينش مدرب اللي كيمشي لغادي يمارس نهار الاثنين وكيخلي ليا الفرقة حتى الأربعة كيجي وأنا هادشي ما كنبغيش نهضر فيه ما بغيتش ندخل نزيد ما غاديش نزيد هذاك الشيء كثير أنا غادي نشرح لك النهار تاعي غير اسمعني خليني نتكلم ليماج ديال الكوكب كوكب مراكش ما يمكنش تطيح لهاد المستوى وما غاديش نهضر في هذاك المستوى اللي عشته والمستوى اللي عشته بعد حشومة نتكلموا عليه اليوم في الجامعة سي الحمار مشيتي والله عمرك ما تبقاش تشوف شحال الفارق داك التشويش اللي خدمتي به راه حشومة هذيك والله انا راه عندي تشويش بارك عليا التشويش اللي عندي كنتحارب على برا وكنتحارب لداخل اليوم باش ما نطولوش الهضره بغيتي كاع نهضروا على هذا التقرير الادبي هو التقرير الادبي التقرير الادبي ان الكوكب عاش خيانات بس اسمع هذا الكوكب عاش خيانات خانوني الناس اللي معايا واللي ضدي والناس اللي في الخارج انا جاي نتحارب على لا برا ما يمكنش تحارب مع لا برا والداخل ماشي معقول والناس معانا مش غنقول لك معايا ماشي في بارتو معانا عايشين معانا